ذكرياتك قبل ما تمشي امريكا هنا في الجنوب، بعد ذلك برضه حدثنا شوي كمان عن ذكرياتك في امريكا. يا سلام، يمكن من اغرب العزومة هنا في هو توماس جاكو كوزن التيم يعني. اوكي. والاخ جيريس جوزيه برضه راجل كان صعب جدا قبل ما نمشي، وكنت بلعب في ابتديت طبعا من المراحل السنيه. نعم. ناشئين ومشيت يعني. أوكي. كنت بلعب في اهلي القضايف، كنت بلعب مع زميلي توماس جاكوب كل حسب علي العب وليت برضه في المنتخب السودان كان قبل ما نلتزم كنت بلعب ناشئين. في امريكا برضه لقيت في المدارس في مدارس فرانسيس ولحد هسه عندنا ثلاث جاليات هناك، وعندنا يعني الولايات الاجواء معروفه اقوى الفرق بتاعت الجاليات في بلاد الجيده عندنا هنا في امريكا وولايات الاريزونا. هل عندكم فكره انكم يعني المبادره دي؟ انا ما اعرف انتم يعني سؤال احد جيو امه قابلتوا امه وما قابلتوا امه، لكن هل عندكم فكره انكم يعني تلتقوا في المبادره دي تنقلوها مثلا لدول جوا برضه في جنوبيين في دول مجاوره في جنوبيين في وين؟ هل عندكم فكره انكم تسافروا دول حتى لو كانت كينيا او يوغندا تقابلوا جنوبيين كمان هناك؟ والله طبعا، لكن الهدف الاساسي هو ركزنا عليه هو البلد. نعم، الوطن الاول يعني. اوكي. وبعد كده لو في فرص في امكانيه ممكن يعني. نعم. ممكن نعملها، لكن هنا التركيز الاكبر كان في البلد يعني نرجع للبلد اول حاجه. طب انا عايز لمين بيدعم الجروب بتاعكم بتاع السكر ده اللي بيدعم؟ هل انتم براكم بنفسكم ولا في منظمه بتدعمكم، ولا كيف انتم بتلموا القروش وتشتروا الحاجات؟ طبعا الرياضه هي مكلفه عشان تعمل وتسوي وتسافر وتجي مكلفه شديد. من اللي بيدعم هذا الفريق؟ براكم ولا في جهه بتجيب براكم؟ لا شوف يعني جهتنا ده اول حاجه انزل طلع منه تذكره واخر شيء هنا ما مدرسه يعني اخر شيء في حاجات عملها بس ربنا يوجهك يعني هنا اي زول اي زول طلعت التذكره بتاعتي كان دورك التذكره يعني في مشاركات شعارات وحاجات دي ليش الجامبا يعني ليش الجامبا يعني ما بس طلع منه طول وحيد يعني شنو ممكن مثلا اكسترا مايلز شفت كيف لكن يعني ما في بين دعم كده ثابت لكن في النهايه نعملها شو اصلا لان بلدنا لان بلدنا وطننا الانجليزي بتيجي بتمشي يس ما مشكله اهم حاجه شنو ذكريات واحنا عملنا حاجه كهيستوري موجود هيستوري فور اور كونتري يعني هذا هي اول مبادره حقيقه بتدعم ذاتها في البلد انه الشباب من برا ومن نفسهم وكذا the main thing is يعني we're not concerned about the money but the main thing is the message الرساله اهم حاجه message that makes a difference the main thing a message that makes a difference for the future for tomorrow's generation that's the main goal والباقي كله جات بقى بديجي عملوا حاجة برضه خير هاي لما نعرف ما عارف ايه نعمل جيمي انا حديك انا ليت اعتبارك هسه بقيت زي الرئيس حدي في اخر زول جيمي تعرف شو يعني الحاجات اللي انتم يعني شايفينها مهمه جدا جدا وانتم جايين عشان تعملوها في البلد هل انتم شايفين حق يعني من خلال كم يوم انتم قعدتوها في اليوم مدينه السودان قدرتوا يعني بالانجليزي قلتوا كاتش هل قبضتوا حاجه وعرفتوا شيء فهمتوا حاجه من الحاجات اللي ممكن تعملوا شنو وممكن تلقوا شنو؟ والله يا اخي يا اقول لك بصراحه يعني الاهداف اللي جايين بيها انه يعني لو في حاجه بنقدر نقدمها للبلد في مجال الرياضه بصفه خاص بنعملها يعني زي ما ذكر فرانسيس انه احنا فعلا يعني ما عندنا اي دعم من اي جهه لكن الولاء زي ما عندنا ولاء بنحب البلد عشان كده ضحينا يعني الواحد في ناس شغالين في عندنا حاجات ورانا كتير لكن نظرنا انه البلد اولى فطالما عندنا حب للبلد يعني اهم حاجات يعني الحاجات شفته انا مثلا الصور انه الملاعب يعني الملاعب هنا تحتاج شغل كثير جدا لانه الملاعب لو ما في ملاعب موحده ما في ملاعب كويسه الناشئين البرايم اللي بيلعبوا في الشوارع هنا ما بيلقوا مكان يخشوا يتطوروا فدي اكبر مشكله يعني من ايام القعده هنا شفناها انه الملاعب يعني محتاج شغل كثير فنتمنى انه يعني بالعمل مع الاخوان اللي هنا انه الكلام ده لقدام
بيتصلح عشان انه ماشيين ده ليه مجال والكوره ذاته تتطور يعني قدام. ريشارد يعني انا عايزه كمان يعني من الناس اللي انتم قابلتوهم مما جيتوا ما جيتوا لغايه الان شنو الناس اللي انتم لقيتوهم او قابلتوهم مثلا في جوه التغيير منه المسؤولين في الحكومه؟ انا بشكر الرئيس شوبول ورئيس اقبلنا في المطار اسمه الاخ ويليام يعني ما قصر طلبنا منه الجواب ونحن هناك يعني هو فعلا يعني خلال يوم واحد قدر يرسل لنا الجواب لان يعني كنا محتاجين للجواب. الجواب كان الاساسي انه نيجي ناخذ يس في المطار يعني كنا مضطهدين فعلا يعني زي اللعيبه دول من الستيت وكانوا كلهم معي في كندا وفعلا اتصلنا به يعني هو فعلا ما قصر يعني انا بشكره شديد وقابلناهم يعني مشينا لهم في الابداعات وعملنا اجتماع معهم ويمكن ده الناس اللي احنا لقيناهم لكن لسه بنتمنى انه يعني يجونا ناس يعني مثلا يعملوا معنا تور كونسلنج نشوف انه الشباب قاعدين يشوفوا نتقابل مع منظمات مع برامج بتاع الشباب هنا نشاور نتونس معهم عشان نمشي لقدام يعني ما نرجع فاضي نحن جايين دارين نرجع بحاجه جايين دارين نشيل مسج من هنا نقوم نمشي ندول الناس هناك الاساس انه الناس هناك تطور المسج ده ونحن اتصالات بيناتنا نقوم نمشي لقدام يعني ضمن الحاجات اللي احنا بنقدر يعني نودي البلد لقدام يعني الشباب لو يتعاونوا مع بعض وبطلوا الكسل والحاجات الثانيه فالبلد بتمشي لقدام يعني. جيم احنا يعني احنا ماشيين لختام خواتم البرنامج بتاعنا انا عايزكم يعني تتحدثوا لي عن خططكم خططكم المستقبليه لتطوير الشباب في تطوير الرياضه هنا في جمهوريه جنوب السودان. والله زي ما قلت لك يعني الخطه اللي بدنا نركز فيه في كل المجالات الرياضيه زي ما قال تاخر الشباب كده مش كره القدم بس يعني في كره الطائره وكره الباسكت وكل المجالات هنا يعني الاهداف دائما نركز في الناشئين في البرامج والناس اللي قايمه يعني فبنشوف انه لو في حاجه بعين نقدر نعملها ممكن دوي الناس ريشارد قال انه قاعدين نطلع بحاجه قاعدين الناس الحين هم قاعدين عارفين اكثر مننا يورونا الناس اللي محتاجين لشنو بنقدر نعملها سو وي كان دو فرانسيس ممكن تعالى والله اول حاجه بقول حاجه اول نشكر التعالى العام هذا المعلم كلهم ما قصروا معنا ويعني احنا عندنا الفكره الجانبين ممكن نشتغلوا معاهم ناحيه يعني عاديس خواجه درينج بروف يعني احنا لو رجعنا حسب عاديس مستقبلا ممكن يعني نبني ملاعب هنا عمل اكاديميه نظم اكاديميه يعني وحاجه ثانيه يعني كصفه عامه بتاع الكوره بتاع الجنوب الرياض الجنوب يتصلح الناس داخل الجنوب فتحوا لنا احنا ناس برا ideas, mind بتاعتهم شو شنو we can be able to present the help that we can provide from outside. في علاقة بيناتنا في علاقة relationship يعني اتصال تبادل بتاع معلومات ايوه عشان يورونا الحاسس شنو محتاجين شنو احنا زادنا علينا كده نعم.